احنا اتضحك علينا يا برو، خلاص مفيش اشرف بن شرقي وزيزو كمان ماشي. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ الكلام اللي انا بقوله ده المنتشر على الميديا في الساعات الاخيرة ان الزمالك خد الفنكوش. الزمالك لبس مجلس ادارة نادي الزمالك لغاية دلوقتي، مجلس الخزلان او الخزلان، مجلس العار فعلا في ملف الصفقات. هو عار 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 اللي احنا بنعمله ده، او اللي ادارة الزمالك او مجلس ادارة الزمالك بيعمله يا برو؟ فعلا 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 احنا في اسفل سافلين الميركاتو ده، ولا احنا عارفين نخلص لاعب، ولا احنا عارفين نجدد للاعب، ولا عارفين نعمل اي حاجة في اي حاجة. اشرف بن شرقي يا برو سافر قطر، ما كانش موجود في القاهرة اصلا. اشرف بن شرقي موجود حاليا في قطر علشان بيدرس العروض اللي مقدمة له من هناك من العربي القطري ومن الريان، واصلا ما كانش فيه عرض ولا كلام ولا اتفاق من مجلس ادارة نادي الزمالك مع اشرف بن شرقي، ولا اشرف بن شرقي ولا وكيله وعد مجلس ادارة نادي الزمالك بعودة بن شرقي، والاعلام المصري مبوظ الدنيا يا برو. كل واحد يطلع يقولك على مسؤوليتي، مصادرنا، اخبارنا، تواصلنا، البتنجان، مش عارف ايه. اشرف بن شرقي رايح قطر. طب رايح قطر ليه يا برو؟ علشان خلاص الاتحاد الاسيوي قالك في بطولة اسمها بطولة كاس النخبة، والاتحاد القطري كمان فتح عدد المحترفين اللي هيكونوا موجودين عنده، فعادي بن شرقي يلعب بقى. التفاوض دلوقتي بين الريان وبين العربي، والمفاوضات مقتربة جدا من نادي العربي القطري بين اشرف بن شرقي ووكيله رشيد ونادي العربي القطري. طب ايه يا عم الكلام اللي طلع في الساعات الاخيرة ان بن شرقي قرب وهيجدد وهياخد ومش عارف ايه؟ العرض اللي مجلس ادارة نادي الزمالك قدمه لاشرف بن شرقي كان 700,000 دولار بس. هم دول يا باشا شاكب راكب فلوسك اللي انت هتاخدها مننا ومعناش فلوس تاني، هو ده اللي موجود عندنا. اشرف بن شرقي طبعا يعني بيلعب على الوتر الحساس مع جمهور نادي الزمالك، الفلوس مش عاجباه، ولكن وكيل اشرف بن شرقي مكتم، راجل فهمان، راجل بيعرف يتفاوض. لكن العرض المقدم من نادي العربي القطري، فكر معايا كده، العرض ده بكام يا برو؟ العرض ده لاشرف بن شرقي توتو على كبوته كده 1,800,000 دولار ان لم يصل الى 2 مليون دولار. انت فاهم يعني ايه؟ يعني تقريبا 3 اضعاف الرقم اللي الزمالك حطه اللي هو 700,000 دولار. اشرف بن شرقي المفاوضات تقترب بشده من الانتهاء ومن الحسم مع نادي العربي القطري، ومفيش زمالك يا برو. طيب ده ياخدنا لنقطتين مهمين. النقطه الاولى ان مجلس اداره نادي الزمالك نايم في ميه المخلل، مجلس اداره نادي الزمالك مش عارف هو بيعمل ايه، مجلس اداره نادي الزمالك مغرقنا معاه، والنادي الاهلي هيدوس على وشنا في السوبر. الحاجه الثانيه ان مصير زيزو برضه مجهول يا برو بعد اللي بيحصل ده. هل زيزو هيكمل؟ ما اعتقدش. انا لو مكان زيزو هدور على مستقبلي، لان مفيش حد بيدور على مصلحتي او مصلحة ناديه حتى، يعني حتى رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة مش بيدوروا على مصلحة الفريق. فزيزو يعني مستقبله مجهول، وبنسبة كبيرة زيزو كمان هينط من المركب. اقول لك انا هقعد اعمل ايه؟ طب انا هقعد اعمل ايه؟ انا هبص بقى لعرض نيوم يا عم، عرض نيوم ده يأمن لي مستقبلي، وكمان انا اطلع منه على دوري روشن واعتبارات كتير قوي. فلغاية دلوقتي مجلس ادارة نادي الزمالك بيعمل اسوأ الافعال في ملف الصفقات، ولا هو عارف يجدد لزيزو، ولا حتى يجيب لعيبه محليه، ولا عارف حتى يرفع القيد، ولا عارف يجيب بن شرقي يسكت بيه الجمهور، مش عارف يعمل اي حاجه. فزي ما قلت لك يا برو، مصير اشرف بن شرقي حسم خلاص، اشرف بن شرقي مش في الزمالك، مصير زيزو لغايه دلوقتي مجهول، ولكن بنسبه كبيره مصير زيزو خارج الزمالك، وزيزو خارج نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك لبس الزملكاويه بكل امانه، وانا واحد يعني لبست مجلس الاداره ده مجلس يعني يخزل اي حد يثق فيه لغايه دلوقتي، ولا عارف ينهي ملفات قيد، ملفات صفقات، مستحقات. اي نعم عنده مشاكل كتيره وبيصحى كل يوم الصبح على حوارات ومشاكل، ولكن محلش اي حاجه وما عرفش يسكت الجمهور او يستدر عطف الجمهور او يقف في صف الجمهور بمعنى الكلمه. مجلس اداره نادي الزمالك نايم في العسل، ولبسنا الفنكوش يا برو.